ايديا كانوا دم، وهم ايديهم كانوا موجوعين من الضرب. حطونا في بيت احنا والشباب اللي كانوا معايا، صاروا يخدروا فينا، كانوا يا الشباب خدروهم عن طريق موضعي، كان على جنبه خدر الشباب حطوهم على طاولة، صاروا الشباب فيها. كان أول شاب كان زوجه وعم وسلفي وكل الشباب اللي كانوا معايا كانوا مخدرين، كانوا نايمين مع طاولة، وكان يسألوه عن وين حماس وين السنوار، كانوا مهلوسين، كانوا لما كان يسأله كان مهلوس يقول له وين السنوار، كان منه صاحي ومنه نايم، كان بين كل من بدأ من ساعة التخدير لساعة الجواب كان ساعة يمكن نص ساعة، وبقى يستجوب فيهم التوقيت. في بيت من بيوت غزة، كانت عبارة عن طاولة من طاولات جايبينها من تعون الدار الناس، مش طاولة طبية، طاولة عادية. كان يمسك جوزة يخدره موضة ويصير يستجوب فيه، كانت مدة الاستجواب والتخدير ساعة. المكان كانت ساقع على الأوضة، كانت فيها ريحة دواء، كان الجندي يمسك العلبة اللي بيخدر فيها، كان يمسكها يطقها ويطلب الإبرة ويحطها على الجانب على جانب جوزي واللي كانوا معايا، وبعدها يحملوا الجنود يحطوه على طاولة يصيروا يسألوه. أنا كنت معاهم في نفس الغرفة، أنا كانت في ظهري، أنا بنجونة، وعملوا لي فحص دي إن إيه كمان. يعني انت مرمية على الارض وقت لا انا كنت قاعده زي حركه سجود، وده كانوا مربطين ورا، وكنت شايفاهم وما بيعملوا يعني. كنت شايفاهم كل واحد قديش كان يحكيكم معه؟ ساعه، ساعة ساعه كان بس مهلوسين، كان يضربهم يصحي فيهم، يعني كانوا الشباب منهم صاحيين ومنهم يعني صاحي وهيك نايم، كل ما يسال جواب بيخب. استخدموا ادوات كهربائيه تحكموا وقت يعني ولا فقط؟ لا يبقى هي تخدير كانت بالتحقيق، ما هم بشكل عام هم عملوا لهم كهرباء، بس انا ساعة التخدير كان تخدير. كم واحد دخلوا في منزلكم؟ 6 كانوا، 6 شباب معايا، وتاني يوم كانوا فوق 20 واحد كانوا معانا، كانوا كل واحد يجي يعني مدة ساعة يجي يصح فيه خبطه الجندي في البستار وفي السلاح، كانوا مردوخين صحيين، كانوا زي المهلوسين كانوا ساعتها. تاني يوم كان الشباب من ضمنهم كان معايا حسام هذا، وكانوا كتير شباب 100 واحد كانوا، كلهم كانوا مخدرين وكانوا مهلوسين، كانوا يخبطوه وكانوا يحطوا لهم اشياء بتمهم يفركوا له اياه. كانوا يحطوه. انا قاموا لي الشباب، في شباب كانوا قاموا لي اياها العصبة، كانوا يعيطوا عليا صار يقول انت معانا مرض، قلت لهم المشهد في السيارة بس إيه. المشهد بصورة مشهد الصورة هذا انه حطوني مسكني الجندي حدفني في الشاحنة هذا، هو الوحدة اول واحدة، وفوق 100 واحد كانوا في الشاحنة هذا يرميهم فوقي الجندي، وكان الشباب بهذا الحال كانوا متخدرين، كنا متعزمين بالجورة اللي حطونا فيها، وبعدها لما قامونا على الشاحنة لما نقلونا فيها واحد واحد صاروا يحطون فوقية، وكلهم كانوا ايديهم يا ورا وايديا زيهم يا ورا، كنا بهذا ايديا كانوا دم، وهم ايديهم كانوا موجوعين من الضرب ومن المرافق، كنا نقول لهم رخوهم يعصوا ويرموا علي الشباب. كنت هذه الحالة كنت سعيدة انه قالوا لي انه جوزك قتلناه ساعة ما طخ الطلاقين، قال لي قتلت لك جوزك. كنت انا في هذا الوقت في حالة انهيار فيا، كنت خايفة، ولما شلحوني الحجاب صاروا يصوروا فيا، كنت شايفة هذا كله عاد، صاروا يضحكوا ويستهزئوا عليا، صاروا يقولوا انه انت مرة انت مع الشباب، وصاروا الشباب كانوا في البكاسر وكانوا مضروبين، يعني هاي الصورة بتشهد على هذا الاشي.